صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: امرأة حجمت ابنتها الحامل مع بطنها لشدة ألمها، ثم بعد فترة قليلة سقط الجنين، وبعد سنوات تكرر الحمل والحجامة مع نفس الموضع وسقط الجنين مرة أخرى. حجمت إيش؟ حجمت ابنتها حجمت ابنتها أو حجمت الحمل؟ حجمت ابنتها الحامل مع بطنها. ابنتها الحامل، يعني البنت هي الحامل. نعم. إيه. بعدين. وبعد سنوات تكرر الحمل والحجامة وسقط الجنين مرة أخرى، ثم أن هذه المرأة قد ماتت، وابنتها تسأل وتقول: هل على أمي كفارة فيما فعلت؟ إذا كان الحمل يبلغ 4 أشهر، إذا كان الحمل يبلغ 4 أشهر وحجمتها، وكان وفاة الجنين بسبب وسقوطه بسبب الحجامة، فإن عليها الكفارة، عليها الكفارة عن الثنتين، عن الأول وعن الثاني، إذا بشرطين: أن يكون الجنين قد بلغ 4 أشهر فأكثر، الشرط الثاني أن تكون الحجامة هي السبب في سقوط الحمل وموته، عليها الكفارة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: وإذا ماتت تبقى في ذمتها، إلا إن أراد أحد أن يصوم عنها ويبري ذمتها، هذا شيء طيب. نعم.